السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل وحول أهم وأبرز القضايا، كما نعرج على صفحات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي رسوم الكاريكاتيرية، فأهلا بكم. بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة عكاظ السعودية ونطالع فيها. المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة يؤكد حرص السعودية على تقديم العمل الإنساني لليمن بشفافية دون تحيز أو تمييز. تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق. الجمهورية اليمنية تشارك في أعمال الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وبالانتقال إلى موقع جريدة الأيام البحرينية حيث علقت بالعناوين التالية ومنها: الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف عن ارتكاب الميليشيا الحوثية 1039 انتهاكا خلال أسبوع. التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية يدين الاعتداء على موقعين لشركة أرامكو بالسعودية. ومركز الملك سلمان للإغاثة يوزع صلالة غذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بقص قطرة. ومع موقع إخباري آخر نقرأ منه العناوين الإخبارية التالية وهي من موقع صحيفة الشرق الأوسط حيث كتبت فيها: اليمن تؤكد أن التمرد المسلح في عدن يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة لتجاوز المعضلة. البرلمان العربي يؤكد رفضه لمحاكمات والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب. تحالف رصد اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون الميليشيا الحوثية. ومع موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية نقرأ لكم من موقع صحيفة الرأي الكويتية العناوين الإخبارية التالية: وزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية: مقاومات بناء الدول الأمن والتنمية وأسباب نسفها الخلافات والميليشيات. تحالف دعم الشرعية في اليمن: الأسلحة المستخدمة في الاستهداف الإرهابي لمعملي النفط في بقيق وخريص إيرانية. مركز الملك سلمان يوزع سلال غذائية للنازحين في حضرموت والحديدة. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية مع الكاتب أنور الصوفي مقالا بعنوان: اتفاقية هادي مع العملاق الصيني تعني وداعا للاقتصاد الهش.
يبتدئ الكاتب قوله أن في العام 2013 أخذ فخامة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي يخط مستقبل اليمن الحضاري المزدهر، إذ زار الرئيس هادي جمهورية الصين الشعبية عملاق الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، وقد حمل في زيارته التاريخية هذه أجندة بناء اليمن وفق معايير دولية حديثة، فعقد مع العديد من المسؤولين الصينيين والشركات الصينية العديد من اللقاءات وبحث معهم الاستثمار في اليمن ووقع معهم العديد من الاتفاقيات. ويواصل مقالته قائلا: من أبرز هذه الاتفاقيات توليد كهرباء بقدرة تفوق 5000 ميجا، وهي قدرة تفوق ما عليه اليمن هذه الأيام بأضعاف مضاعفة، وكذا مشروع تطوير مصافي عدن لتتضاعف قدرتها في تكرير النفط، وكذلك تعميق ميناء عدن ليستقبل السفن والبواخر العملاقة، وتطوير ميناء المخا والحديدة وغيرها من الموانئ والمطارات، وعقد العديد من الاتفاقيات مع الشركات الصينية للتنقيب عن النفط. ويشير كاتبنا الصوفي أنه بعد عقد الرئيس هادي كل هذه الاتفاقيات مع عملاق الاقتصاد العالمي، الصين جن جنون شياطين الداخل والخارج، فسعوا بكل ما أوتوا من شيطنة لإفشال كل تلك الاتفاقيات وتأخيرها، فتمدد الحوثي ونشأت ميليشيات هنا وهناك، الهدف منها عرقلة اتفاق العام 2013، فدخلت اليمن في حروب نستطيع تسميتها حروب إفشال اتفاقيات الصين. وأردف قائلا: منذ العام 2013 حتى اليوم مرت 6 سنوات من الفوضى والحرب المدعومة خارجيا التي جاءت لتنهي أحلام اليمنيين في يمن جديد. 6 سنوات لو عملت الشركات الصينية خلال هذه الفترة لوضعت اليمن أولى خطواتها في الريادة لتكون هي سيدة المنطقة، ولو تحقق مشروع هادي التنموي لغذ المواطن اليمني اليوم من أغنى مواطن العالم، ولكن شياطين العرب وأبالسة العالم وجن الداخل وقفوا سدا منيعا في طريق مشروعه، ولكن هذا المشروع ما زال موجودا والاتفاقيات ما زالت، ولا بد من تحقيقها ما دام هذا الرجل يناضل من أجل تحقيقها. وختم الكاتب المقالة بأن اتفاقيات الصين بين الحكومة اليمنية والشركات الصينية تعني في مضمونها أن اليمن قادم على تغييرات جذرية في اقتصاده، فسيتحول هذا الاقتصاد الهش إلى اقتصاد قوي يناطح اقتصاديات الخليج والمنطقة. لهذا عندما جاء هادي للحكم جعل وجهته تجاه الصين صاحبة الرصيد الكبير في نجاح المشاريع العملاقة، لهذا نجح هادي في استقطاب العملاق الصيني ليعمل في اليمن، ولكن الخائفين من نهضة اليمن منعوا هذا الحضور للصين في اليمن. وختم بالقول: قلنا مرارا وسنكررها حتى يفهم المبلدون، هادي جاء ليبني دولة يمنية جديدة، وقد وضع أسسها في موفنبيك بالعاصمة صنعاء، وبنى أول مداميكها من خلال اتفاقية الصين الشهيرة في العام 2013، فقفوا معه ولا تخذلوه، وستأكلون الشهد، وسيودع اليمنيون كل اليمنيين أيام البؤس، فأين العقلاء ليفهموا؟ دعونا الآن ننتقل لموقع صحيفة المشهد اليمني ونسلط الضوء على مقال الكاتب محمد عزان تحت عنوان الحوثيون ساقوا اليمن لمعركة إيران الخاصة. بدأ الكاتب مقالته مشيرا إلى مسألة إذا ثبت أن الهجوم على معامل النفط السعودي مصدره إيران أو العراق، فإن مبادرة الحوثيين إلى تبني ذلك الهجوم يكون قد فاق جميع أشكال العمالة والتبعية والارتهان، ويعد من أقبح أنواع الخيانة للبلاد وأسوأ أشكال العته السياسي والعسكري. وبدأ قائلا: كما يبرهن على أن الحوثيين مع سابق إصرار ساقوا اليمن منذ البداية إلى معركة إيران الخاصة، وأنهم من أرخص دماء اليمنيين وتسبب في هوانها وحشر البلاد في صراعات الآخرين،
حتى باتت مجرد ورقة في المفاوضات الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن ما يدعون من دفاع عن الوطن مجرد فجور إعلامي للدجل على الأهالي الذين يسوقون أبنائهم إلى محارق الموت تحت قسم التضحية في سبيل وليك وولي وليك. وأشار الكاتب أنه إذا ثبت فعل الحوثيين هذا فهو يكشف مستوى الدجل على أتباعهم وإرهاب المجتمع بأنهم يمتلكون قوة إلهية خارقة في عودة فجة للشعوذة السياسية القائمة على استراتيجية أحمد يجناه، فيما يذكر أنه كان يستغل اعتقاد البلهاء أن له قدرة على التحكم بالجن لإرهاب المواطنين، واستطرد قائلا: من وراء ذلك وقبله تنكشف حقيقة نضالات حلفاء إيران في المنطقة، ابتداء من حزب الله ومرورا بالحشد الشعبي وانتهاء بالحوثيين، وأن هتافاتهم ضد إسرائيل وأمريكا ومناوشاتهم الاستعراضية هنا وهناك ليست سوى بحث عن مبرر للوجود المسلح خارج القانون ليكون عند الحاجة رأس حربة في يد الولي الفقيه ينكش بها البلدان العربية فتقضي العمر في مداوات ما تسببه فيروسات الداخل من نزيف حاد للحياة. ويختم كاتبنا عزان مقالته التي عنونها بالحوثيين ساقوا اليمن لمعركة إيران الخاصة، وختم قائلا: أرى اليوم الذي يقفز فيه بعض قيادات الحوثيين يتباهون بهذا الصنيع الذي يحمل اليمن تبعات سياسات ومغامرات الآخرين، حتى وإن برروا ذلك بحجة الدفاع عن النفس، لأنه سيتضح بأنه خدمة لإيران وليس من أجل اليمن، وأنه مجرد حلقة في مسيرة الارتزاق السياسي والتبعية العمياء التي تسببت في خراب وطن قائم وتشريد مجتمع آمن وضياع جيل بأكمله. نصل مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية، وهذه المرة مع الكاتب والصحفي عبد الناصر العذلي مقالا تحت عنوان إيران والديموغرافيا والخليج، واستهل ما قاله بالقول أن إيران سعت وما زالت تسعى منذ خمسينيات القرن الماضي إلى تغيير ديموغرافية المنطقة من خلال إفادة الفرس الصفويين إلى دول الخليج العربي، واستطرد قائلا: مارست إيران كل أساليبها في التأثير بمنهجية عالية للسعي إلى تجنيسهم أو التقييم لهم بواسطة مساعدين لها في أنظمة تلك الدول، حتى أصبحوا يشكلون نسبة عددية في التركيبة السكانية وأصبحوا مؤثرين في سياسة تلك البلدان. ويواصل كاتبنا مقالته موضحا بأنه عندما ننظر إلى هذا البرنامج الصفوي الخطير نرى أنه تم بسيناريو ممنهج وسياسة بعيدة المدى انتهجتها إيران في ظل غفلة عربية وصراع عربي داخلي وتشتت لمفاهيم الولاء والانتماء، وأكمل قائلا: أذكت إيران الصراع العربي وغدت بفكرها العديد من التيارات السياسية في الوطن العربي، واستطاعت من خلال تلك التيارات اللعب على الخارطة السياسية لهذه البلدان التي أصبحت سداحا مداحا لمعمم الحوزات الصفوية تعبث بكل تفاصيلها. ويذهب كاتبنا بالحديث أنه لا يستغرب اليوم إذا انطلقت الطائرات المسيرة لقصف منابع الطاقة في المملكة من الكويت أو الإمارات أو العراق أو اليمن، فهذه طبيعة حتمية للتغلغل الصفوي في النسيج الاجتماعي لتلك الدول، وأكمل قائلا: ومن وجهة نظري لا تكمن هزيمة إيران في حرب مباشرة معها، رغم أنها باتت حتمية فلربما أنها تسعى إلى ذلك لجر دول المنطقة إلى صراع طويل المدى يستنزف كل طاقة هذه البلدان وجعل المنطقة برمتها بؤرة صراع. وختم كاتبنا العوذلي مقالته قائلا:
هزيمتها الساحقة هي في اقتلاع أذرعها وأدواتها في اليمن تحديداً، وهم الحوثيون، وبعد ذلك اقتلاع أدواتها في دول مجلس التعاون الخليجي بطريقة ذكية ممنهجة لا تحدث صدعاً في هذه البلدان. والآن مشاهدينا الأعزاء نعرج على بعض منصات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي تم تداولها خلال هذا الأسبوع، والبداية مع تغريدة عبر صفحة وزارة الخارجية اليمنية وتغريدة حول تعيين محمد الحضرمي وزيرا للخارجية. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحريته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد. وننتقل لتغريدة في تويتر لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان حول استهداف إيران لمنشأتي أرامكو النفطية في بقيق وخريس بالسعودية، حيث غرد قائلا: على أبناء اليمن والشعوب العربية بكافة مكوناتها دون استثناء أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم. وإلى تغريدة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حول أيضا استهداف منشأتي أرامكو النفطية وإصرار الميليشيات الحوثية على تبنيها للهجوم والتغطية على نظام إيران، وغرد قائلا: استماتة الميليشيات الحوثية في التغطية على إيران وتبني مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو النفطية، رغم الأدلة التي عرضتها وزارة الدفاع السعودية في مؤتمر صحفي اليوم والاجتماع الدولي على مسؤولية نظام طهران عن الهجوم، يؤكد كم هي أداة رخيصة لخدمة المشروع الإيراني. أيضا غرد الوزير الإيراني تغريدة أخرى أشار فيها إلى كمية الدمار والخراب التي سببته إيران في اليمن عبر ميليشياتها الحوثية الإيرانية، وغرد قائلا: لم تكتفي الميليشيات الحوثية الإيرانية بكل ما سببته لليمن والشعب اليمني من موت ودمار وخراب وفقر وجوع ومرض وحزن وزعته في كل منزل طيلة 5 سنوات من الحرب التي فجرتها، وهي ماضية للمتاجرة والمقامرة باليمن وأمنه واستقراره ومصالح أبنائه في الداخل والخارج لتحقيق مصالح نظام ملل طهران. وفي آخر تغريدة للصحفي والكاتب السعودي سلمان الدوسري أكد في تغريدته أن الهجوم على أرامكو هو الهجوم على الاقتصاد العالمي برمته، وغرد قائلا: الهجوم موجه ضد الاقتصاد العالمي والمسؤولية التشاركية على كل الدول المتضررة، لكن إن لم تقم دول العالم بدورها فالسعودية قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها ورد بقوة على تلك الاعتداءات. والآن مشاهدينا ننتقل إلى منصة أخرى، وهذه المرة في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث اخترنا لكم أجمل فيديو للمنتخب الوطني لناشئين لكرة القدم الذي يتصدر مجموعته الخامسة في تصفية كأس آسيا 2020 للناشئين تحت سن 16 عاما، وذلك بعد تعادله مع نظيره القطري بنتيجة تعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد أكاديمية أسباير في الدوحة، بعد فوزه الساحق على منتخب بوتان ب10 أهداف لواحد ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأسيوية. تكميم شديد الآن لمصلحة المنتخب اليمني والتصويب، هدف يماني أول، هدف أول لمصلحة المنتخب اليمني بعد تصويبة حسن محمد، معليش يا عبد الله محمد، معليش يا عبد الله محمد، قدم كل شيء عبد الله محمد في أرضية الملعب، والكرة أخطاء، شوف التصويبة، اللعبة اللي كانت مرتدة من عيسى نجار، خلصها عيسى نجار، وبعد ذلك التصويبة من حسن محمد الكوماني، وخطأ حارس المرمى عبد الله محمد. معليش يا عبد الله محمد، نتعلم يا عبد الله محمد من الأخطاء، حارس صغير في السن لكن بإمكانيات عالية جدا، تصدى للعديد من الفرص.
تكرر كثيرا. محمد بلا بالجول، جول اليمني اول ياتي، كثر الدك افك اللحاف، الضغط اليمني المتواصل يظهر عن رقصة يمنية مستحقة، رقصة يمنية مستحقة بأول أهداف اللقاء. المنتخب اليمني يسجل، المنتخب اليمني يتقدم، وأحمد هشام أحمد بلابل بثقة حسوية عند مغمورة، كرة خطيرة، الله الله على الثاني يأتي لليماني، الثاني لليماني بثنائية بيضاء بربع ساعة من نار، فيها طوفان أحمر، فيها اكتساح يمني، فيها هدف ثاني، فيها تقدم بثنائية. شوف الكرة لما نقلت عرضية، واحد الأهداف الثالث، الثالث يأتي الهدف، هو من تسبب في ركلة الجزاء الثالثة، محمد علي حسن هو من يسجل الثالث الآن للمنتخب اليمني. أي هدوا يا شباب، أنا شخصيا مو قادر أهدى مع اليمنيين لأن طوفانهم ليس في انطلاقة ممتازة لبوتان، ممتازة، خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 أول لبوتان، هدف أول فعلا يأتي لبوتان، هجمة منسقة بشكل رائع للأمانة، بشكل رائع من الطرف الأيسر، وجيجمي ناماجيل هو من يسجل الآن هدف تقليص الفارق لمصلحة بوتان. جيجمي ناماجيل، شوف الكرة من الجبهة اليسرى الساقطة، مراوغة كانت رائعة، نيندا يوسيل مر ونقل كرة، لاعبين اثنين يعني تقريبا، خطيرة خطيرة، لا يالي سرعة الرد، الله على سرعة الرد، وعلى هكذا هدف يسجل. محمد علي يسجل الرابع لليمن والثاني له شخصيا، سرعة رد على هدف بوتان، لم يهنأوا كثيرا بتقليص الفارق ليظهر محمد علي. يا سلام، الله الله الله، الكرة بشكل ممتاز وبمهارة عالية، كرة خطيرة، الخامس يا محمد، يا أحمد يا مهدي، خمس دقائق أولى لانطلاقة الشوط الثاني والهدف الخامس الآن يسجل للمنتخب اليمني. الهدف واضح أن المنتخب اليمني كما ذكرت النتيجة محسومة بالنسبة له، لكن كم سيسجل محمد مهدي مجددا؟ محمد ينطلق، محمد محمد محمد، الله، السادس أتى، يا لها من سرعة يا محمد، باختراقة وانطلاقة يسجل السادس الآن للمنتخب. ارقص يا عم ارقص، هي ليلتكم، هي مباراتكم، هي الآن أمسيتكم في الهدف لعمر الطيري، عمر السابع، الله، نزل ليسجل عمر الطيري بسابع الأهداف للمنتخب اليمني. يأتي الآن حارس المرمى دور جيجل يقول ماذا أفعل؟ ما هي ستة وقفت على السابع، والمنتخب اليمني يسجل سابع الأهداف. شوف عمر الطيري في الجبهة اليمنى، هنا سدد كرة حارس المرمى، الثامن للمنتخب اليمني، الثامن أتى، الثامن جاء، الثامن للمنتخب اليمني. مين الآن؟ الآن الدور على أحمد حسن مرشد، يسجل الثنائية الشخصية له على مشارف المنطقة. الله 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 الله، على هذا الهدوء، على هذه الثقة،
على هذا البركان التهديفي الذي لا يهدأ أبدا للمنتخب اليمني. يأتي الهدف التاسع، خلاص الهدف. شوف المهارة في الطرف الأيمن محمد علي، وشوف محمد أحمد كيف بعد أمام القادسية انتصر 3-2. كرة بانطلاق العاشر العاشر العاشر، الله. خلصنا الأرقام الفردية وبدأنا ندخل للأرقام الزوجية العشرية، بدأنا ندخل للرقم 10 للمنتخب اليمني. 10-1 10-1 في مباراة ربما تنهار فيها بوتان، واليمن لا ترحم، اليمن لا ترحم أبداً. كما اخترنا لكم فيديو آخر يوضح الدمار الذي طال منشأتي أرامكو النفطية في بقيق وخريس بالسعودية نتيجة الاستهداف الإيراني له، نشاهد سويا. نأتي بكم الآن إلى آخر فقرات الصحافة وهي رسوم الكاريكاتيرية ونشاهد. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.